إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نشرح اليوم عن المهرجان وكيف تأخذ مهمة وكيف تجمع النقاط والنقاط المطلوبة وهدايا المهرجان وترتيب المشترك. في البداية ندخل داخل القلعة، ثم نروح الحدث، ثم نبحث عن مهرجان التحالف. هذه هي البطاقة، حددنا عليها، نضغط على هذه البطاقة، تظهر عندنا هذه المهمات الموجودة حاليا. هذه المهمات تتجدد كل 30 دقيقة، فنختار مهمات لها 100 نقطة، نختار مهمات لها 100 نقطة. عندك مهمة الجمع ومهمة الميدان 111 نقطة، وعندك مهمة مهام التحالف ومهام المدير على 100 نقطة و102 نقطة، ومهمة رفع القوة 145 نقطة. وهنا نشوف عدد المشتركين في المهرجان وعدد نقاطهم، ومن الأول والثاني والثالث والرابع. وعدد المحاولات اللي أنجزوها، هذه هي النقاط. المشترك الأول، وهذه المشاركات اللي هي المحاولات الناجحة، فلك 6 محاولات، لك 6 محاولات. يعني إذا أخذت مهمات على 100 نقطة تحصل على 600 نقطة. مهمة الجمع 115 نقطة، تجمع ذهب، المعلومات على اليسار، تضغط على ابدأ. بعد ما تختار المهمة تضغط على ابدأ. خلال يوم واحد، المدة يوم واحد. وهذه المهمة 18 ساعة، ثلاثة أيام، وهذه المهمة جمع الذهب، مطلوب منك تجمع 2.5 مليون ذهب من الحقول، تجمع 2 مليون ذهب من الحقول خلال يوم واحد. لمعرفة جوائز المهرجان نضغط على الهدية هذه، فتظهر لنا الهدايا كلها. في كل سطر أو في كل صف 3 هدايا، في نهاية المهرجان تختار هدية واحدة من الثلاثة هذه.
وهنا نقاط المرحلة. احنا في المرحلة الثانية، لازم جميع الأعضاء يجمعون هذه النقاط على أساس ننتقل للمرحلة الثالثة. فنجي نختار جمع الذهب، بدأ العدد التنازلي والوقت بدأ ينقص. نبحث عن حقول الذهب ونفعل سرعة الجمع ونضع معدات سرعة الجمع، نختار جنود. بعد ما نختار معدات سرعة الجمع نرسل الجنود لحقول الذهب لإنجاز المهمة. لا تنسى تضع لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس. إذا خلصت من المهمة هذه، انتقل مرة ثانية إلى داخل القلعة، ثم إلى الحدث، ثم إلى المهرجان، ثم تختار مهمة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.